بدأوا في اليابان، كان عندهم عقار عاملينه اليابانيين اسمه الفافي بيرافير، ده كان معمول انتي فايرال للانفلونزا، ما كانش معمول لفيروس كورونا. من ضمن الشركات اللي عملت هذا السبق وسميته افي بيرافير، هذا العقار عقار محترم جدا، بس ليا نصيحتين اتنين نستخدمه بدري، وانس ان المريض اتشخص نستخدمه بدري، وفي نفس الوقت خلينا نستخدمه في الحالات المايلد والمودريت، الحالات الخفيفة ومتوسطة الشدة، على أساس أن هذا العقار من خلال خبرتي واستقبالي الواسع لي وخبرة الزملاء ولقائنا كلنا في المؤتمرات، بنجد أن من تعاطى هذا العقار وحالته مايلد ومودريت في بدري في البداية، المريض ما قلبش، نتائج كانت هائلة جدا، والمريض ما قلبش إلى سيفير، لان احنا عندنا المرضى كلنا عارفين انه 15% من الحالات المايلد والمودريت بتقلب تبقى سيفير مع الوقت. انا النهارده شلت 15% من المرضى ما خلتهمش قلبوا سيفير، ما فيش مريض خده وقلب سيفير، وبالتالي هذا العقار عقار محترم جدا. احنا الحقيقه بس هو جرعته في اول يوم المريض يتحملها شويه، بتبقى عباره عن 1600 ملي جرام توايس ديلي مرتين، فبدي العيان 8 تقراص، لان قوه القرص 200 ملي جرام، بديله 8 تقراص مثلا بعد الفطار و8 بعد العشاء اول يوم، وبعدين بعد كده بيكمل 4 ايام تانيين 3 3 لغايه ما العلبه تخلص. عقار محترم جدا، نتائجه هائله جدا، المفروض ما نحرمش المرضى منه، لانه الحقيقه يعني نتائجه مذهله. يبقى اي مريض يشخص فيروس كورونا بدري جدا، يكون حالته مايلد مودريت، أبدأ معاه عقار الأفي بيرافير، النتائج هتبقى مسهلة إن شاء الله. كله بياخده، مفيش أي حد عنده أي كونترا انديكيشن إن هو ياخد هذا العقار في أي وقت، وبس أهم حاجة إن الحالة تبقى مش سيفير ومش في الأي سي يو، لأنه هذا العقار مش بتاع الأي سي يو، في دراجز أخرى زي الريمدي سيفير وما شابه ذلك، ده بنحتفظ بيه للأي سي يو، حالات اللي هي السيفير اللي بتخش الرعايات المركزة، لكن الحالات الخفيفة والمتوسطة دايماً بنعالجها بهذا العقار كاوت بيشنت او كعزل منزلي. يعني تحسن بيبدا قد ايه في الظهور؟ على طول مباشره. مباشره. شكرا جدا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. هو عقار الفافي بيرافير عامه اللي هو نازل باسم، نزلته باسم افي بيرافير للجمهور المصري، هو حاجه بتمنع تكاثر الفيروس، ده الاساس فيه، وهو قبل كده كان بيستخدم في الانفلونزا، ولما اتعمل عليه الريسيرش ثبت فعاليته في الكوفيد 19، وبالتالي هو حاليا من الحاجات اللي موجوده في البروتوكول المصري وفي معظم بروتوكولات العالم، وهو حاجه فعلا حاجه كويسه وفعاله. القصه بتاعته كلها ان هو بيمنع بيعمل سبريشن او بيمنع عمل انزيم معين، فبيمنع تكاثر الفيروس داخل الخليه، ودي طبعا اهم حاجه فيه. امتى يبقى عيان كورونا وما ادلوش افي بيرافير او ما ادلوش فافي بيرافير بجد؟ ليه بقى؟ انا عندي الحالات السيفير ده مكانها المستشفى، الحالات الشديده واللي هي الاكثر شده او الحرجه دي مكانها المستشفى، وده مش مجاله، يبقى ده كاتيجوري من الناس، مجموعه من الناس دي بره قصه الافي بيرافير. المجموعه الثانيه الحوامل، دولها بره الايه، بره الاطار. فيما عدا ذلك، طالما عيان مش في المستشفى عنده كوفيد وما هواش في المستشفى وما هواش سيده وحامل، تمام، اعتقد ان هو كده هيستفيد بالعقار ده كويس جدا جدا. انا كاستاذ امراض صدريه بقول لك ادي 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 لو سمحت، ادي مضاد فيروسات، دي على مسؤوليتي انا الشخصيه، ادي مضاد فيروسات لسبب بسيط، انت هتسيبه لغايه امتى؟ الكورونا دي بتقلب، فعلا بتقلب، يعني يبقى العيان ماشي خفيف خفيف وحاجات غريبه جدا تحصل، يعني مثلا ممكن تلاقيه كمان السخونه راحت وبعدها بيومين تاني راحت راجعه وراح دخل في عاصفه السيتوكاين، تمام. طيب انا دلوقتي لما يحصل مع عيان زي كده الموقف ده، يعني ايه، كان ماشي كويس وبعد كده راح ساق فجاه وبدا ينزل لتحت، يعني الحمد لله انا ك يعني استاذ امراض صدريه الحمد لله يعني كسن يعني مثلا، لكن انا الحمد لله بدخل عزل بنفسي، بدخل اكشف على العيانين من ساعه من اول الجائحه، وانا بدخل للعيانين وبكشف عليهم. العيان يبقى جاي لك مثلا حرارته 40، تبدا مضاد الفيروسات من ضمنهم الافي بيرافير على طول، هي مثلا 48 ساعه بالظبط
تلاقي السخونه راحت. لو انا مش عارف افرق بين الانفلونزا والكورونا واعطيت افي برافير، انا كده عملت مع العين حاجه حلوه جدا. لو هي انفلونزا هيشتغل، ولو هي كورونا هيشتغل، شغال على الانفلونزا وشغال على الكورونا. الفافي برافير او الافي برافير ده الاسم اللي في السوق، الحقيقه من الادويه اللي اظهرت فعاليه ممتازه في بالذات في الموجه اللي احنا فيها بتاعت فيروس كورونا. طبعا هو ضد الفيروس، المفروض بيستعمل في الحالات البسيطه الى متوسطه، المفروض ان هو يستعمل بدري جدا اول ما بنشخص الحاله، ما نستناش بقى لما يبتدي العيان يقل الاكسجين فيه وحاجات زي كده عشان نبتدي ندي العلاج. بيبقى لازم يستعمل بدري علشان ممكن يخلينا يغنينا عن استعمال الكورتيزونات والحاجات دي كلها لما بينقص الاكسجين عند العيان. خبرتنا مع الدواء جميله جدا، ان هو في خلال يمكن يوم الى يومين بتنزل الحراره، يبقى العيان جاي. ساعات الموجه دي من ضمن يعني خصائصها ان العيان بيقعد 7 أو 8 أيام عنده سخونه. ده اول ما نستعمل الدواء ده في خلال يومين من السخونه راحت وابتدى العين يتحسن على طول. متوفر في السوق وبسهوله، والاعراض الجانبيه ما شفناش تقريبا خالص. احنا يعني بندي العيان، بنعمل بس الانزيمات الكبد نطمن عليه، وبندي الجرعه للعيان، العيان بيدي تاثير ممتاز وما شفناش اعراض جانبيه منه خالص.